تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وبمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، أقامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالتعاون مع دائرة قاضي القضاء ودائرة الإفتاء العام والمركز الأردني لبحوث التعايش الديني احتفالاً بعنوان الأردن أنموذج الوئام بين أتباع المذاهب والأديان. إلى التفاصيل. نظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية احتفالاً بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: نحن في الأردن نفخر بأننا أسرة واحدة، حيث يحظى المسلم والمسيحي في هذا الوطن بحقوق متساوية وعلاقات طيبة، مؤكداً في كلمته تمسك الأردن بالقيم والمبادئ، وعلى رأسها الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشدداً بنفس الوقت أن مناسبة الوئام في وطننا تجسد المفاهيم والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية. فالوئام هو الفضيلة التي تيسر إحلال السلام وتسهم في إحلال ثقافته محل ثقافة الحرب والدمار. وإن الوئام والدعوة إليه لا يعني التساهل ولا يعني التنازل عن القيم والمبادئ الأساسية في ديننا الإسلامي، ولا يعني الضعف أو الانهزام، إنما الوئام هو موقف إيجابي يدعو إلى الإقرار بالحقوق الإنسانية المعترف بها للناس جميعاً، وهو يدعو الناس أو يدعو الإنسان إلى أن يتمسك بمعتقداته ودينه، ويقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم ودينهم. فالوئام يعطي الحق للبشر المختلفين بألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم أن يعيشوا بسلام وأمن وأمان، ويهيئ إلى قيام حياة آمنة تقوم على العدل والإنصاف في حياة الإنسان. وقال سماحة قاضي القضاء الشيخ عبد الحافظ الربطة: إن أسبوع الوئام بين الأديان له خصوصيته في الأردن، فتخصيص هذا الأسبوع كان بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2010، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لسمو الفكرة وضرورتها لتحقيق العيش الكريم للبشرية كلها، لافتاً إلى أن الأردنيين مسلمين ومسيحيين يعيشون أسرة واحدة في وئام يعد أنموذجاً يقتدى وشراكة تحتذى. إن أسبوع الوئام بين الأديان له خصوصيته في المملكة الأردنية الهاشمية، فتخصيص هذا الأسبوع كان بتوجيه من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم سنة 2010 ميلادية، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لسمو الفكرة وضرورتها لتحقيق العيش الكريم للبشرية كلها. وإن جلالة الملك حفظه الله وهو يقدم هذا الاقتراح للعالم إنما يستحضر أن المملكة الأردنية الهاشمية، وهي التي تحمل عالياً وبأمانة راية الثورة العربية الكبرى ورسالة النهضة العربية، جاءت تحمل هذه الرسالة منذ قال الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه في أدبيات النهضة العربية: ولا فرق بين العربي المسيحي والمسلم، فإنهما أبناء جد واحد، وسنقوم فيهم منا معاشر المسلمين ما سلكه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من أحكام الدين الإسلامي ومن تبعهم من الخلفاء، بأن يعاملوا المسيحيين كمعاملتهم لأنفسهم بقوله: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وقال مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأب نبيل حداد: إننا في الأردن الأكثر حضوراً بتاريخ القداسة والأحسن بالسيرة والسلوك، تعلمنا في مساجده وكنائسه ومدارسه الوئام والسلام والحب فيما بيننا البعض. هذا هو احتفالنا الوطني السنوي العاشر بالأسبوع العالمي
للوئام بين الأديان الذي نتشرف في المركز الأردني للتعايش الديني بالمشاركة فيه مع إخوتنا ورفاق دربنا في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وفي دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء. وأذكر بأن أول احتفالاتنا كان في مغطس السيد المسيح برعاية صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد عام 2011. أيها الحفل الكريم، وئامنا الأردني ليس موسمياً بل هو حالة نعيشها 52 أسبوعاً في العام، إليه نعبر من باب رسالة السماء، ولا يقلل من جديتنا وأهميته مديحنا لوئامنا حباً وكلاماً، لأننا معاً نتدبر كل الأطر والأدوات لنرسخه كواحد من تجليات عبقرية الأردنيين في وحدتهم. وها هم الأردنيون يعيشون حالة وئام نادرة في ظل قيادة هاشمية حكيمة يلتقي فيها الجميع في مزيج إنساني وروحي.